وببركته وبكرامته آمين يا رب العالمين. اللهم بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة جميع ما قرأناه من كلامك العزيز ومن سير الأوراد والأذكار والدعاء وببركة الصلوات وببركة جميع من قد هدينا إليهم خصوصا بكرامة صاحب هذا المقام صاحب البركة والكرامة صاحب الشفاعة سيدي أيام سنن بدا رضي الله تعالى عنه. نسألك يا الله يا الله يا الله أن تثبت إيماننا وإسلامنا وتقوي يقيننا وتغفر لنا ذنوبنا وتمحو عنا سيئاتنا وتكشف عنا همومنا وظلومنا وتسر عيوبنا وتصلح وتيسر أمورنا وتوفقنا لعمل ما تحب وترضى وأن ترزقنا علما نافعا ورزقا واسعا ومالا كثيرا وملكا عظيما وأولادا صالحا أبرارا وألحقنا بالصالحين. الله ألحقنا بالصالحين من غير كد ولا تعب ولا مشاقة ولا ضير ولا امتحان وأن توسلنا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة في هذا العام وتجعلنا ممن عمل حجا مبرورا عمرة مبرورة في كل سنة. اللهم حصل مرادنا وبلغ مقاصدنا واقضي حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة وجنبنا من بليتهما وفتنتهما واستجب جميع دعائنا ودعاء من طلب منا خصوصا في قضاء حوائجنا. صلى الله عليه وسلم وببركة جميع ما قرأناه من كلام العزيز وببركة صلوات ببركة جميع من قد هدينا إليه وصل بكرامة صاحب هذا المقام صاحب البركة والكرامة أيام سنن بدا وبكرامة أيام سنن بدا رضي الله تعالى عنه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وفضل سبحان ربك رب العزة عما يشوفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة والقبول يا الله قبول يا الله بسر أسرار أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفرني ولوالدي آمين. فتاتاً ألوك سلام وانسوه الله ربي تعليقنا أي pengumuman maka hiji pengumuman Aina keluar di dia ikuti tipayun mobil elap anu kersana Pak Haji Dili. Jadi komando ayah di Pak Haji Dili.